الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والفجور هو الخروج عن طاعة الله، لأن الإنسان يفسق ويتعدى طوره ويخرج عن طاعة الله إلى معصيته. وفي الحديث إشعار بسوء خاتمة الكذاب الذي يتكرر منه الكذب وأصبح الكذب عادته، فهذا يكتب عند الله كذابا، فإذا كان كذلك فالعاقبة وخيمة.